ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن اكتر مكان مرعب في المملكه العربيه السعوديه، او من اكتر الاماكن المرعبه في المملكه العربيه السعوديه، وهو مستشفى عرقه. والحقيقه ان مستشفى عرقه سمعت عنه قصص كتير قوي عن الرعب اللي حصل فيه للناس اللي فكروا يدخلوه او اللي كانوا بيشتغلوا فيه قبل كده. بس في الاول لو سمحتوا، قبل ما نتكلم عن المستشفى ونحكي القصص بتاعته، يا ريت لو سمحتوا تعملوا للفيديو لايك وشير، واللي مش مشترك معانا في القناه لو عجبتك القناه وعجبك الفيديو لو سمحت تشترك وتفعل الجرس على كلمه الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. ويلا بينا على القصه. مستشفى عرقة في السعودية، مستشفى عرقة اللي موجود في مدينة الرياض. الحقيقة ان المستشفى لو شفته من بره تعتقد ان هو قصر كبير جدا، وكمان الحديقة بتاعته مساحتها كبيرة جدا وفيها مسجد مجاور للمستشفى. الحقيقة ان المستشفى ده عبارة عن 8 ادوار مجهزة بكل الاجهزة والمصاعد والانارة والكهرباء اللي متوفرة فيها لحد النهاردة. والمستشفى بناه مليونير لبناني سنة 1987، وتنازل عنه بعد كده للحكومة أو لوزارة الصحة السعودية ورجع لبلده. لكن الحقيقة إن المستشفى فضلت مهجورة لحد سنة 1990، لما حصل الغزو العراقي على الكويت، ولجأ أهل الكويت للسعودية ونزلوا بعض العائلات في المستشفى يقيموا فيها. لكن لما رجعت الكويت تاني لأهلها والناس مشيت من المستشفى ورجعت لدولتها، فضل مقفول المستشفى لحد سنة 1993 لما الحكومة رجعت تشغله تاني، ولحد سنة 2001. والحقيقة إن المستشفى 8 أدوار ومجهزة زي ما قلنا بكل الوسائل اللي ممكن تخليها تشتغل. لكن اللي حصل إن المستشفى فضل مقفول من 2001 ولغاية النهاردة، ودارت حواليه قصص رعب كتير جدا. حتى أثناء ما كان شغال من 93 ل 2001 كان في قصص رعب بيحكيها الناس اللي بيشتغلوا في المستشفى، والناس اللي بيروحوا المستشفى يقيموا فيها علشان يتعالجوا كتير جدا. من بعض القصص دي اللي هنحكيها النهاردة في الفيديو بتاعنا. زي ما قلنا ان المستشفى اشتغلت من سنة 1993 لسنة 2001، وفي الفترة دي حصل قصص كتير جدا لناس من اللي بيشتغلوا في المستشفى، وكمان لناس من اللي كانوا بيتعالجوا ومقيمين في المستشفى للعلاج. الحقيقة ان من ضمن القصص دي احدى المرضى اللي كانت موجودة في المستشفى وكانت بتبات في غرفة طبعا لوحدها بالليل. كانت بتقول المريضة دي ان هي بمجرد ما كانت بتيجي الساعة 12 بالليل كانت بتشعر انها مش لوحدها في الغرفة، وان في ناس كتير جدا معاها في الغرفة هي مش شايفاهم، وكمان كانت بتسمع صوت نفسهم، وساعات كتير كانت بتسمع صوت همسهم وهم بيتكلموا مع بعض بالليل. أما بقى القصة التانية فكانت عن الممرضة من الممرضات اللي كانت بتمسك وردية بالليل في المستشفى. والممرضة دي كانت بتقول وبتقسم إن دايما كانت بتشوف مريض غرفة 17 وهو بيتمشى بعد الساعة 12 في المستشفى أو في الدور اللي هي فيه كله، وخصوصا في الممرات الضلمة، وكان بيجري وبيمشي قدامها. الحقيقة إن مريض غرفة 17 كان مشلول كليا بسبب حادث حصل له وكان موجود في المستشفى للعلاج.
أما بقى قصتنا اللي جاية فهي الحقيقة من القصص المؤلمة والمرعبة في نفس الوقت، إن كان في أحد الدكاترة اللي كانوا بيشتغلوا في المستشفى، والحقيقة إن الدكتور ده بعد فترة من شغله في المستشفى اكتشفوا إن هو بيصرخ بالليل بشكل هستيري، ولما كانوا بيسألوه مالك كان بيقول إن هو بيشوف المرضى اللي في الدور كلهم وهو بيمر عليهم بالليل بيضحكوا بشكل هستيري جدا، ولما كانوا بياخدوا بالهم إن هو موجود كانوا بيتلموا عليه ويحاولوا يخنقوه. والحقيقة إن الدكتور ده مع الوقت قدم استقالته مش بس من المستشفى، لأ ده من وزارة الصحة كلها، وقعد في البيت. وبعد فترة أهله قالوا إن هو مريض عقليا لأنه بيشوف هلاوس وبيتكلم معاها وبيصرخ منها بالليل، وأودعوه لمستشفى الأمراض العقلية. أما الحقيقة من القصص الغريبة جدا اللي بتتقال من الناس اللي مجاورين أو ساكنين بجوار المستشفى، إن المسجد المجاور للمستشفى بيطلع منه صوت الأذان كل يوم الفجر بصوت غريب جدا، إن هم متأكدين إن الصوت ده مش صوت بشري، وخصوصا أذان الفجر لازم يدن في المسجد ده، وبيقولوا إن هم يعتقدوا إن ده جن مسلم بيقيم أذان الفجر كل يوم في مسجد المستشفى. هنسمع الأذان ده ونشوف المسجد بنفسنا ونرجع تاني. زي ما شفنا الأذان كان بيدن في المسجد وما كانش فيه أي حد موجود في المسجد، لا المؤذن ولا حد تاني بيصلي. أما إيه الصوت ده؟ فده اللي هنعرفه في آخر الفيديو. أما بقى من أغرب القصص اللي بتتقال من جيران اللي ساكنين حوالين المستشفى، بأن هما بالليل كل يوم وبعد الساعة 12 بالليل بيشوفوا الإنارة بتاعة المستشفى في إحدى الغرف وهي بتنور وتطفي بشكل مستمر، وكمان بيقولوا ان هما في اوقات كتير جدا وبعد الساعة 12 بالليل بيشوفوا نار كبيرة جدا مولعة في المستشفى، ولما بيتصلوا بالشرطة ويقولوا لهم ان في حد في المستشفى بيولع النور ويطفيه وان في حد مولع نار كبيرة في المستشفى وان هما خايفين لديه تسبب في حريق كبير في المستشفى، بتيجي الشرطة وتفتش المستشفى كلها، وبعد كده بتنزل وتقول ان هما ملقوش اي حد في المستشفى، وخصوصا في الدور اللي كان فيه الاضاءة واللي كان فيه النار ولا. اما بقى قصتنا الكبيرة والمثيرة النهاردة فهي من احد الشباب السعوديين اللي موجودين في مدينة الرياض، واللي بيقول ان في 2010 كان هو واصحابه عمرهم ما يتجاوز 17-18 سنة، وان هو واصحابه كان عددهم تقريبا 18 شاب، وكانوا متعودين ان هم بيتجمعوا ويمشوا في شوارع الرياض بعد الساعة 11 بالليل علشان الجو يكون ظريف ما يبقاش حر عليهم، وكمان علشان الشوارع تبقى فاضية بعض الشيء يعني. وفي يوم من الايام هو متجمع هو واصحابه علشان يمشوا في الشوارع زي ما هم متعودين، خطر على باله وافتكر مستشفى عرقة والمواضيع اللي بيسمعها عنها والقصص بتاعت العفاريت والجن اللي بيسكن مستشفى عرقة، فقال لأصدقائه ايه رأيكم نروح ونزور المستشفى، لكن يا ترى فيكم حد يعرف مكان المستشفى؟ فقال واحد من أصدقائه اللي كانوا معاه ايوة انا اعرف مكان المستشفى، فقال له طيب لو سمحت تدلنا على المكان. وبالفعل راحوا الشباب كلهم يلفوا حوالين المستشفى، وبيقول الشاب ده انه لما شاف المستشفى من بره اكتشف انها مبنى كبير جدا ومبنى شكله حلو، ولو كان شافها في اي وقت تاني من غير ما يعرف ان دي المستشفى كان هيتخيل ان ده قصر من قصور احد الاثرياء اللي موجودين في الرياض، وانه حتى لو كان عارف ان دي مستشفى لكن ما كانش يعرف ان هي مستشفى عرقة
كان هيتخيل انها مستشفى شغالة وان فيها كتير من المرضى ومن الممرضين ومن الدكاترة موجودين فيها، وانه استغرب جدا ان ده المبنى بتاع مستشفى عرقة لما شافها. وبالطبع هو واصدقائه قعدوا يلفوا حوالين المستشفى اكتر من نص ساعة علشان يشوفوا هم ممكن ينطوا منين، لان البوابات بتاعة المستشفى مقفولة كلها. وفعلا لقوا مكان يصلح ان هم ينطوا منه من على السور ويخشوا المستشفى، وفعلا دخلوا المستشفى هو واصدقائه. لكن لقوا ان بيبان المستشفى من جوه كمان مقفولة كلها، وقعدوا يلفوا حوالين المبنى لحد ما لقوا باب نصه مكسور تقريبا، فحاولوا ان هم يفتحوه وفعلا فتحوه ودخلوا المستشفى. وكانت الساعة تقريبا 12 ونص بالليل. لكن اللي حصل ان هم لما دخلوا قعدوا ولعوا الكشافات بتاعة الموبايلات بتاعتهم، وكشافات كان يعني 2 أو 3 من اصدقائه واخدينها معاهم من عربياتهم وداخلين يمشوا في المستشفى. بيقول الشاب ان هو لقى ان المستشفى متطربة جدا، وكل حاجة فيها تقريبا عليها تراب ومتسخ، ولقوا كرادور كبير مشيوا فيه في الضلمة على نور الكشافات بتاعتهم. لكن بعد شوية اكتشفوا ان هم في المكان المخصص للكافيتيريا، ولقوا ان الكافيتيريا دي ممسوحة كويس قوي ومكنوسة بشكل يعني كبير جدا ونظيفة، ولقوا ان في جرايد مفروشة على الارض في الكافيتيريا، وطبعا ريحة المساحيق بتاعة النظافة كانت قوية جدا، يعني في ناس كانت موجودة في المستشفى. ولما قرب من الجرايد دي وقرا التاريخ اللي عليها، لقى ان الجرايد دي تاريخها ما يزيدش عن 3 شهور لورا، وقالوا يمكن ان في حد بيجي ويقعد في المستشفى. وقعدوا يلفوا في الدور كله ولقوه مهجور ومفيش اي حد. لكن فجأة طلع قدامهم سيكيورتي او حارس امن للمستشفى، ولبسه نظيف جدا وشكله مرتب جدا، وزعق عليهم بصوت قوي جدا وقال لهم انتوا بتعملوا ايه هنا؟ فقالوا له ابدا، احنا مش جايين لنخرب في المستشفى ولا نعمل اي حاجة ولا نسرق، احنا بس جايين علشان سمعنا ان المستشفى فيها عفاريت، وجايين نكتشف اذا كانت المستشفى فيها عفاريت فعلا ولا لا. فزعق فيهم الحارس ده بصوت عالي جدا وقال لهم اطلعوا بره المستشفى فورا. وطبعا كلهم اضطروا ان هم ينسحبوا وجريوا على خارج المستشفى. لكن وهم خارجين على الباب من بره بعد ما نطوا من على السور، شافتهم دورية شرطة ووقفتهم. ولما نزل الضابط اللي في الدورية دي وسألهم انتوا كنتوا بتعملوا ايه في المستشفى، فقالوا له نفس الكلام اللي قالوه للسكيورتي اللي كان داخل المستشفى، وقالوا له ان احنا مش داخلين لنسرق ولا نخرب في المستشفى، احنا بس سمعنا ان المكان هنا فيه عفاريت واشباح، واحنا جايين نكتشف اذا كان فعلا فيها اشباح ولا لا. وعلى العموم احنا قابلنا السكيورتي اللي جوه وزعق لنا وقال لنا اطلعوا، واحنا طلعنا على طول. فبص لهم باستغراب جدا الضابط وقعد يضحك وقال لهم سكيورتي ايه اللي في المستشفى؟ فقالوا له ايوه في سكيورتي خاص بالمستشفى كان موجود جوه وزعق لنا وقال لنا ما تبقوش موجودين في المستشفى واطلعوا فورا منها، فاحنا اضطرينا ان احنا نطلع قبل ما نقابلك على طول. فقال لهم الضابط المستشفى دي مقفوله من فتره طويله جدا، وانا عمري ما عرفت ولا سمعت ان في سكيورتي خاص بالمستشفى او في حد موجود داخل المستشفى. واداهم بطايقهم وقال لهم يمشوا يروحوا على بيوتهم. وبالفعل اخدوا البطايق ورجعوا لعربياتهم او لسياراتهم واضطروا ان هم يمشوا. لكن بعد شوية اتجمعوا في مكان تاني ووقفوا مع بعض يتكلموا، وقالوا ان هم الضابط لما كان مستغرب ان احنا قلنا له ان في سيكيورتي جوه هو ليه كان مستغرب، وقعدوا يسترجعوا ذكريات الوقت اللي كانوا موجودين فيه والسكيورتي طلع لهم من المستشفى، وان السكيورتي ده رغم ان المستشفى متطربة جدا
والمفروض ان طبيعي ان هو ماشي في المستشفى الشوز بتاعه او الهدوم بتاعته هتتطرب اثناء وجوده في المستشفى، الا ان اللبس بتاعه كان نظيف جدا زياده عن اللزوم. وكمان الغريب ان هو كان بيتكلم بحديه جدا ووشه ما كانش عليه اي تعبير، وكمان كان بيتكلم وبقه مقفول، فاستغربوا جدا للموقف اللي هم شافوه داخل المستشفى، وقرروا ان هم يرجعوا تاني للمستشفى علشان يكتشفوا اذا فعلا السكيورتي ده بني ادم ولا جن، وان في فعلا في المستشفى جن ولا لا. شجعوا بعض ورجعوا تاني على المستشفى. وبيقول ان احنا بعد ما رجعنا للمستشفى وقعدنا نلف في الدور الاول فترة بسيطة، قررنا ان احنا هنطلع كل الادوار اللي فوق ونكتشفها. واول حاجة جت على بالنا ان احنا قلنا لبعض يا ترى فين تلاجة الموتى اللي موجودة في المستشفى دي. فرد صديقي اللي دلنا على المستشفى من الاول وقال انا عارف مكان تلاجة الموتى، وهي في الدور الثامن اخر دور في المستشفى، لان انا بعرف مكان المستشفى لاني جيتها قبل كده لما احد اقاربي عمل حادثة بسيارته وتوفى، وجيت انا واهلي علشان نستلمه. والحقيقة ان هم يومها بعتونا علشان نشوف اذا كان هو ولا لا في الدور الثامن في التلاجات بتاعت الموتى فوق. فقررنا ان احنا هنطلع الدور الثامن، وفعلا ابتدينا نطلع على السلم واحنا ضاويين الكشافات بتاعتنا. وبيقول ان لما طلعنا تاني دور قعدنا نلف فيه شوية ولقينا الدنيا برضو زي اول دور مطربة وضلمة، ولكن قعدنا نسمع صوت حاجات بتخبط، لكن ما اخدناش في بالنا وطلعنا على الدور الثالث ثم الدور الرابع، وقعدنا نطلع في الادوار. لكن لما وصلنا للدور السابع وقبل ما نطلع الدور الثامن علشان نشوف تلاجة الموتى، سمعنا صوت قوي جدا جاي من الكرادورات الضلمة اللي في المستشفى، وناس بتصرخ بصوت عالي قوي وبتصوت وبتتكلم بطريقة او بلغة احنا مش فاهمين هم بيقولوا ايه. وطبعا اصدقائي بمجرد ما سمعوا الاصوات دي والاصوات دي ابتدت تعلى ابتدوا يبصوا لبعض، وانا كمان، ونزلنا جري وكأننا في ماراثون على السلالم واحنا بنجري ورا بعض لحد ما وصلنا الدور الثاني. وواحد من اصدقائي كان تعبان جدا فسند على الحيطة ووقفنا عشان نرتاح قبل ما ننزل اول دور، لكن فجأة صاحبي ده اكتشف او حس ان في الحيطة حاجة بتمسكه وبتشده لجوه الحيطة، ولما ابتدى يصرخ بصوت عالي جدا ويقول الحقوني الحقوني، اتلموا الشباب عليه ومسكوه من ايديه ورجليه وابتدوا يسحبوه بشكل قوي جدا علشان يبعدوه عن الحيطة. ولما بمجرد ما ابعدوه عن الحيطة صاحبي ده اغمى عليه، لكن واحد تاني من اصدقائي بص ناحية الحيطة دي اللي اكتشفنا انها مش حيطة وانها باب، وبص جوه وقعد يقول الحقوا الحقوا تعالوا شوفوا ايه اللي جوه من الطاقة الازاز اللي في الباب، لان الحقيقة ان المكان اللي كان ساند عليه صديقي ده كان باب مش حيطة، لكن احنا من الضلمة ما شفناهاش لان الباب ابيض لون الحيطة. ولما بصينا من الطاقة دي اكتشفنا ان في 7 أو 8 خيالات كبيرة جدا وضخمة جدا في الغرفة موجودة جوه وبتتحرك بشكل عشوائي. ولما ابتدينا نحس بالخيالات دي او بالخيالات دي ابتدت تشعر باننا بنبص عليها، ابتدوا 3 منهم يقربوا ناحيتنا، لكن بقية الخيالات وقفت مكانها وثبتت. وقبل ما ييجوا الخيالات دول ويوصلوا للباب علشان يخرجونا، كنا شلنا صديقنا اللي مغمى عليه وجرينا بشكل سريع جدا ونزلنا على السلم على الدور الاول. لكن واحنا نازلين نجري من على السلم وشايلين صديقنا اللي اغمى عليه، قابلتنا واحدة ست عجوزة وشكلها غريب جدا وشعرها منكوش، وقالت بصوت عالي جدا انتوا بتعملوا ايه هنا؟
ولما قلنا لها احنا كنا جايين نستكشف المستشفى وصديقنا اغمى عليه، قالت ايوة اطلعوا بره فورا، انتوا صحيتوا الحيوانات بتاعتي، يلا اطلعوا بره المستشفى فورا. وصرخت صرخة عالية جدا، وساعتها انا واصدقائي جرينا بره المستشفى. الحقيقة ان كل القصص اللي قلناها دي كانت قبل سنة 2012، لان في 2012 في احد الشباب السعودي اللي دعا الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي بتوعه بانهم يتجمعوا على باب مستشفى عرقة علشان يدخلوها مع بعض ويكتشفوها، وبالفعل اتجمع عدد كبير جدا من الشباب السعودي على باب المستشفى واقتحموها مع بعض. لكن الحقيقة ان هم لما دخلوا ما كانوش داخلين علشان يكتشفوها، بالعكس ده هم دخلوا كسروا وولعوا وخربوا بشكل واسع وكبير جدا في المستشفى، وده اللي استدعى احد الجيران اللي ساكنين بجوار المستشفى انه يطلب لهم الشرطة اللي جت بالفعل وقبضت عليهم، وده اللي هنشوفه دلوقتي في الفيديو بتاعنا. ان زي ما شفنا الشباب دول دخلوا خربوا المستشفى بشكل كبير جدا، وده اللي استدعى احد الجيران للمستشفى ان هو يطلب لهم الشرطة اللي جات واخدتهم كلهم، وكلهم اتحبسوا لفترة من الزمن. اما المستشفى فدلوقتي في حراسة مقيمة عليها بتحرسها 24 ساعة علشان مفيش حد تاني يفكر انه يقتحمها ويقرب فيها اكتر من كده. والحقيقة ان المستشفى ما زالت مغلقة لان في مشاكل ما بين الحكومة السعودية ووزارة الصحة والورثة بتوع المليونير اللي اتبرع بالمستشفى للحكومة السعودية. امتى هتنتهي المشاكل دي والمستشفى ممكن تشتغل تاني؟ الله اعلم. اتمنى ان يكون فيديو النهاردة عجبكم، وان انتوا تعملوا له لايك وشير على كل وسائل التواصل الاجتماعي بتاعتكم علشان يوصل لاكبر عدد من الناس ويشتركوا في القناه. واتمنى انك لو شفت الفيديو وعجبك وانت مش مشترك معانا في القناه ان انت تشترك وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد انا بنزله على القناه. ميرسي ليكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.